بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبناؤنا الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، مرحبا بكم وعودا حميدا إن شاء الله. نتكلم درسنا اليوم بمادة العلوم، وهو بعنوان حركة القمر. يقول الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. نلاحظ أبناؤنا الأعزاء، السؤال هنا: ما الفرق بين النجم والكوكب؟ لو لاحظنا أبنائي الأعزاء الصورة الأولى، هنلاقي هو تمثل الشمس أو ما يسمى بالنجم، وهنا بيمثل الكوكب أو ما يسمى بكوكب الأرض. ولو رجعنا لذكرياتنا كده الكورس الأول، هنتذكر بعض الأشياء المهمة في دراستنا عن ما هو الفرق بين النجم والكوكب. هنا في سؤال بيقول لي اشطب الإجابة غير الصحيحة، جايب لي هنا صورتين. الصورة الأولانية دي نطالع سويا، الصورة الأولانية عند مطالعتها نلاحظ إن هي بتمثل النجوم في السماء، والصورة الأخرى أو الثانية دي بتمثل كوكب من أحد كواكب النظام الشمسي. يبقى هنا لما نيجي نتكلم عن الصورة الأولانية بيقول لي اشطب الإجابة غير الصحيحة، أعطوني خمس إجابات وفي إجابة فيهم غير صحيحة. لما نيجي نطالع الإجابات اللي هو معطاها لي، بيقول لي في الصورة الأولانية دي هو بيقول لي إن هو أول حاجة ذاتية الإضاءة. لو تذكرنا سويا هنلاقي صح، الإجابة دي صحيحة، إن النجم بيكون ذاتي الإضاءة. طب الثانية معتم؟ لا، الإجابة دي خاطئة، برافو عليك، أحسنت. السبب لأن النجم جسم مضيء في ذاته، له درجة حرارة مرتفعة، صحيح، والدليل الشمس بتمدنا بالحرارة. هو نجم؟ طبعا هو نجم، ينبعث منه وميض اللي هو الضوء، بالفعل ينبعث منه وميض أو ضوء. يبقى الإجابة الخاطئة اللي هنشطبها إن هو بيكون معتم. أحسنت، تبارك الله فيكم يا أحباب. السؤال الثاني او الصوره الثانيه اللي قدامنا دي، لو جينا نطالع نبص يقول لي ده كوكب. من صفات الكوكب، حد يتذكر معايا ايه هي اهم صفات الكوكب؟ احسنت، احنا قلنا ان النجم ذاتي الاضاءه، اما الكوكب فهو جسم معتم. احسنت، بارك الله فيك. ثاني شيء، بيعكس الضوء والحراره. طبعا بيعكس الضوء والحراره، علشان كده بيبقى مضيء. حرارته عاليه جدا، خطأ، الإجابة دي خاطئة، حرارته منخفضة جدا. هو كوكب؟ طبعا هو كوكب، ليس له وميض، بالفعل ليس له وميض. يبقى الإجابة الأولانية إن هو معتم، والإجابة الثانية بالنسبة للكوكب إن هي حرارته مرتفعة جدا، دول اللي هنشطبهم. لو جينا نتذكر برضو سويا في الكورس الأول عدد أقمار بعض كواكب النظام الشمسي، هنلاحظ إن احنا اتكلمنا عن الكواكب في النظام الشمسي، وبدأنا نتكلم إن أقرب الكواكب للشمس هو كوكب عطارد، وأشد، وهو درجة حرارته بتكون مرتفعة، صحيح. تاني كوكب، كوكب الزهرة، قلنا إن هو يشبه كوكب الأرض، واتكلمنا عن الخصائص بتاعته، قلنا إن كوكب عطارد وكوكب الزهرة لا يحتوي على أقمار، ما عندهمش أقمار نهائيًا. اللي عنده قمر بنبدأ من كوكب الأرض، بيحتوي على قمر واحد فقط، اللي هو كوكب الأرض، ويسمى كوكب الحياة. وقلنا ليه هو بيسمى كوكب الحياة؟ قلنا بيسمى كوكب الحياة لتوافر الظروف الملائمة للحياة فيه، اللي هي الجاذبية والماء والأكسجين. أحسنت، بارك الله فيك. بعدين كده اتكلمنا عن كوكب المريخ، وقلنا إن هو يحتوي على قمران، وبعد كده المشتري، وقلنا إن هو أكبرهم حجما ويحتوي على تقريبا 12 قمر، بعد كده زحل، وبعد كده اورانوس، وبعد كده نبتون.
تمام، واتكلمنا عن الاقمار. درسنا اليوم اسمه حركه القمر، فهندرس حركه القمر اليوم بالنسبه لكوكب الارض. بيقول لي هنا سؤال تاني، ما هو اكبر كوكب طبيعي بينهم؟ اكبر كوكب طبيعي هو المشتري، انما اكبر قمر، اكبر قمر، القمر ده هنعرف دلوقتي وهندرس خصائصه. القمر ده يا احباب، اكبر قمر هو القمر اللي بيدور حول كوكب الارض. هنا لو طلعنا الصوره قدامنا دلوقتي هنلاقي ان كوكب الارض بيحتوي على اكبر الاقمار الطبيعيه الموجوده في المجموعه الشمسيه، والقمر بيتم دوره كامله، يعني بيلف حول الارض كده في دوره كامله مره كل 29 ونص يوم. طيب هنا سؤال يجي لذهني يقول لي الارض بتجذب القمر، شلون يا استاذ؟ هقول لك بفعل قوة الجاذبية، قوة جاذبية الارض، زي ما احنا قلنا بالظبط ان الشمس برضو بتجذب الكواكب بفعل قوة الجاذبية للشمس. هنا جاي بيقول لي رتب الكلمات التالية بالارقام لتحصل على المصطلح العلمي المفهوم، يعني هو عايز المصطلح العلمي اللي بيصف القمر. اول حاجة هو تابع، يعني ايه تابع؟ يعني بيدور حول مكان ثابت، المكان الثابت اللي هو كوكب الارض، قلنا ان الارض بتدور حول الشمس والقمر بيدور حول الارض، يبقى مين اللي تابع؟ مين اللي تابع للشمس؟ احسنت، الكوكب. ومين اللي تابع للكوكب؟ القمر، بارك الله فيك. تاني حاجة ان هو جرم سماوي، يعني جسم كوني يتبع احد الكواكب اللي هو زي قلنا مثلا كوكب الارض او بقيه الكواكب اللي بتدور فيها اقمار اخرى، ولكن درسنا اليوم بيتكلم عن حركه القمر بالاخص بالنسبه للارض. يبقى اول حاجه بقى في التعريف او المصطلح العلمي نيجي نقول ايه؟ هو تابع جرم سماوي يتبع احدى الكواكب ويدور حوله بانتظام. دوت المفهوم بالنسبه للقمر. يبقى القمر تاني اهو، القمر هو جرم سماوي يتبع احدى الكواكب ويدور حوله بانتظام، وتمتلك معظم كواكب المجموعه الشمسيه اقمار تدور حولها زي ما قلناها لسه من شويه بالنسبه للكواكب الاخرى. هنا برضو التعريف بيقول لي المفهوم الاساسي الاول اللي انا درسته ان القمر هو جرم سماوي يتبع احدى الكواكب. يبقى هنا السؤال بيقول لي تعلمنا ان النجوم والكواكب اجرام سماويه تسبح في الفضاء، زي ما احنا لسه قايلين ان الشمس بتجذب الكواكب والكواكب بتجذب الاقمار، كل منهما بفعل الجاذبيه الارضيه. قول لي ايه الفرق بين الكوكب والقمر؟ الكوكب يدور حول الشمس والقمر تدور حول الكوكب، وده بيكون الفرق بينهم ان الكوكب بيدور حول الشمس والتابع اللي هو القمر بيدور حول الكواكب. طيب في سؤال تاني بيقول لي ما التشابه بين الكواكب او الكوكب والقمر؟ التشابه بينهم بيقول لك اذا نظرت للسماء ليلا نرى القمر مضيئا، يبقى القمر جسم معتم ونراه مضيئا، يبقى التشابه بين الكوكب والقمر ان هي اجسام معتمد. طيب بتجيب الضوء منين؟ قلنا بتجيب الضوء نتيجة انعكاس الأشعة من الشمس فبيظهر لها ضوء. هنا سؤال علل بيقول لي القمر جسم معتم ونراه مضيئا، بالرغم من انه جسم معتم ولكن بنراه مضيء. احسنت بارك الله فيك، الإجابة هي لأنه يعكس أشعة الشمس التي تسقط عليه إلى سطح الأرض. بيقول لك جارنا القمر دوت نشاط، هندرس الصورة دوت مكتوب قدامي هنا كلمة ذا صن اللي هو الشمس، وهنا ايرث اللي هي الارض، وهنا ذا مون، وجايب لي الحركة بتاعتهم ان الارض بتدور حول نفسها وفي نفس الوقت بتدور حول الشمس، كذلك كذلك القمر بيدور حول نفسه وايضا بيدور حول الارض. يبقى السؤال هنا بيقول لي كم قمر تابعا للارض؟ اقول له عندي قمر واحد تابع للارض.
عدد حركات القمر، كم حركة للقمر؟ قلنا الحركات لسه قايلينها حالا، ان هو اول حاجة ان هو بيدور حول نفسه، تاني حاجة بيدور حول الارض دورة واحدة كاملة كلها 29.5 يوم، اخر شيء ان هو بيدور حول الشمس. دوت شكل ان القمر ان الكوكب بيدور حول ان القمر بيدور حول الارض، ان هو بيدور حول نفسه وايضا بيدور حول الارض. المفهوم الثاني، المفهوم الثاني اللي درسناه بيقول ان يدور القمر حول نفسه وحول الارض وحول الشمس. بيقول لك نحن على الارض، واحنا على الارض لا نستطيع الا ان نرى جانبا واحد فقط من القمر. يعني احنا واحنا على الارض ما بنشوفش الا جانب واحد، ده بالجانب الثاني ما بتشوفوش. ليه؟ قال لك لانه يدور حول الارض مره كل، القمر بيدور حول الارض مره كل 29.5 يوم. يدور ايضا حول نفسه دوره كامله تستغرق الوقت نفسه. والانسان اللي هو احنا لما نيجي نطلع للسماء بنشوف وجه واحد، مش بنشوف الوجه الاخر الا من الفضاء حين تمكن من ارتياده. المفهوم الثاني الثالث، يدور قمر واحد حول كوكب الارض ونحن نرى جانبا واحدا من القمر ونحن على سطح الارض زي ما احنا طالعين في الشاشه الحين. سؤال هنا، ما سبب ثبات القمر في مداره حول الارض؟ لسه مجاوبين عليه من شويه يا احباب، وقلنا بسبب فعل الجاذبيه الارضيه او بفعل جاذبيه الكوكب. هنا بيقول لي في عندي نشاط، نجيب مصباح ونجيب كره تشبه حجمها يكون كبير تشبه الشمس، ونجيب كره صغيره حجمها يشبه القمر. خطوات النشاط الاول، خطوات النشاط بيقول لي ضع الكرة الكبيرة اللي هي تمثل الأرض والمصباح اليدوي اللي هو الشمس والكرة الصغيرة اللي هي القمر على مستوى واحد، كلهم نخليهم في نفس المستوى. اجعل الغرفة مظلمة، هنسكر الليل. حرك الكرة الصغيرة القمر في مسار دائرة حول الكرة الكبيرة ثم ارسم الجزء المضاء. يعني هنحرك الكرة الصغيرة مثلا القمر ونعمله مسار دائري لكن يمثل الأرض. ونلاحظ، نلاحظ يا اولاد، احسنت، ان ده بيتغير شكل وجه القمر عند دورانه حول الارض، الشكل بتاعه بالفعل بيتغير. طيب هنا لو طلعنا النشاط رقم 3 اوجه القمر، هنلاقيه بيتكلم عن انه بيكون في الاول، هنا بيكون هلال اول الشهر لما بيجي في أول يوم وتاني يوم من الشهر العربي بيكون في صورة هلال بالشكل ده. بعدين بيتغير بيبقى حاجة اسمها نصف البدر أو التربيع الأول، بعدين بيبقى حاجة اسمها أحدب أول، بعدين بدر بيكون مكتمل ده في منتصف الشهر اللي هو يوم 13 و14 و15 تقريبا، وأحدب أخير بيرجع تاني إن هو إيه يضمحل مرة أخرى، ونصف البدر خلال اخر الشهر، وبعدين حاجه تسمى المحاق. يبقى هنا بيعرف لي الوصف للمحاق، قال لك هو نصف الكره لما يكون مواجه للارض مظلم كله، نصف الكره المواجه للارض بيكون مظلم كله فلا نرى القمر، دوت بيسمى بيعرف ما يسمى بالمحاق. بيقول لي جزء ضئيل من القمر مضاء ونرى القمر على شكل خيط رفيع مضاء، دوت اسمه هلال اول الشهر، انه بيكون جزء ضئيل من القمر هو المضاء ونرى القمر على شكل خيط رفيع مضاء، دوت بيكون هلال اول الشهر. يضاء نصف جزء القمر المواجه للارض والنصف الاخر يكون مظلم، دوت اسمه نصف البدر او التربيع الاول او الربع الاول، كلها اجابات صحيحه. يكون نصف القمر المواجه للارض مضاء كله لما يكون نصف القمر المواجه للارض تشوفه في السماء مضاء كله، يبقى نرى ترى القمر دائرة كاملة ويسمى بالبدر. تناقص الجزء المضاء من نصف القمر المواجه للأرض ونراه على شكل نصف دائرة
ده نصف البدر الاخر او الربع الاخير او التربيع الاخير. ودي زي ما احنا شايفين اللي هي مرحلة ايه؟ ظهور واختفاء القمر. المفهوم الاساسي الرابع بيقول لي ان القمر بيكمل دورة كاملة حول الارض مرة كل 29.5 يوم فيما يعرف بالشهر الهجري، ونحن كمسلمين بنتبع هذا الشهر. هنا سؤال او نشاط بيقول لي ذهبت في الرحلة الى البر لمدة اسبوعين، واثناء مشاهدتك السماء خلال هذه الفترة لاحظت اختلاف اشكال القمر، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك دوران القمر حول نفسه وحول الارض. بيقول لي اذا رأيت في بداية رحلتك شكل هلال اول الشهر، فما الوجه الذي تراه في نهاية الرحلة؟ إجابة صحيحة، في بداية الشهر بنشوف الهلال وفي نهاية الشهر بنشوف ما يسمى بالمحاض. اكتب أسماء أوجه القمر، هو جايب لي هنا أسماء أوجه القمر، جايب لي الشمس، الأرض، القمر بالنسبة للأوجه بتاعته. هنشوف رقم واحد، هنلاقي رقم واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وهكذا. رقم واحد بيكون محاق، رقم اثنين بيكون هلال اول الشهر، رقم ثلاثة بيكون نصف بدر الربع الاول او التربيع الاول، رقم اربعة احدب اول، خمسة بيكون بدر مكتمل لما بيكون وجهه للارض، بعدين بيكون احدب اخير، بعدين بيكون نصف بدر او ربع اخير، بعدين بيكون هلال اخر الشهر.